بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانوهم بليين يا جبهة أول ألف سنة قولة دي صدر يتضبعات إلهي وحان كبر يا هيا وحي أيوسو هالكمين صدر يتضبعات سنو وجددي أي ربين إنو إلهي سنو نخصاها بضان كن قادسية إنو غلوة قادسية أنت أسكتب مركي الله حسي سنة قولة جبهة دي معها وحال حسي أي جبهة دي وحال حسي تاريخ أمدين أو هلقنا أو أباهم إلا إلى علي الصورة حمينتا وحادك سونتهين صدر كي سنة تكتي ديغان كينا ددك هلقنكو أي إنت بدن دور كجرين وحال أبوري ثقافة إيا أقون كسا ليسن ددك إلا إلى هذا شفتانو إلا إلى هذا دقال كيو جي دلا آنتاها إلا إلى هذا نمكي ورير سرا حسيدة أرمانت حسينو صدن يتدب جيركا جبهة أوان ألف وحاوي هلقن كي بغوك سنة إنا نراهن واسح وانا إنو سنة والمصور نغضا وحان ربا إنا إذن دول مري حالات دا مانتا إتوبيا قودة هانا يكو جيرتو يتو ديغان كي نكو جيرو إيا حال خسيدة أولا مغضا إتوبيا مانتا حالات وحاك جيرتا هير فضرالة أولو باهيا إنا إنا هير نفرنادان لباتن كي بريه قدن بيسي سي أدفة هنتان حالكم إيشو مريو سداد مبادرو أما سداد حل ثادين عالمي أبا الله صور ديگا إتوبيا مرايكا كمتبو صوبان ديگاي فرنسيس كمتبو صوبان ديگاي جرمال كمتبو صوبان ديگاي كندا متبو صوبان ديگتاي أفريكان يونيون متبو صوبان ديگاي سودان متبو صوبان ديگتاي وحا صوبان وإنك وحا لغا حضايا وحا كتو سيسا حالكو ماشا ومرايو حالتو مركي هالكا مرايسو قومية لها إتوبيا حبكي أشقيان وحي رأس دقي سنو وقضيات مهمة وأمنيين وكوح رياي ونالشان وكوح رانتا قومية ليه كلاوي كقد بين حزب حزب وحلينا أم حارة هل نبا مدع عوضة كوح الله ومدحوينا معارضي محافظنا والوفي شيء تكريم مدع عوضة هل نبا كوح الله ومدحوينا معارضي محافظنا والوفي شيء عفرنا هل نبا مغا عوضا قوهد لمعارضي محافظ بوي كوفي شيئين تاسي وحي كنتي اتو بيادا صوصو عتدادك لغلاها الله يواء ايو انهو ما كجرنا ما انت انهو مشكلة انها يستا حل اباهم مشكلة داسي و هو قامل لعام بانها يستا هجام الآن هذا أمضى كل عظم ولجاب أقوينهم بان هيدا رقم بان هيدا وحنا هيد قبل لك مذا مجتمع هم بنقول حتى حزب سياسي يا معارض كي وقفهم وحلق عندك وهم إنه هذا الكرام لكن أوي مذا حوينيه ديجانك يا كسيدا كعفرت وهذا لها يا سيدا كأمحارض وهذا لها مذا حوينيه ديجانك أوي مانتا وحانا هايستا مامل كلا ججبية او حسو كيني كلا كحيا او حسو صور دويني مانتا ورغالي سياسي قاها كي ميشا كتلين هاي ايا انك معاركة اسمها اينو ما وضا حد كرنو ميل قوان اسلاما قادا كرنو حايا الى مامل كي ديارو ماها لكن عفر أوجار كأنها معارض قديم محافظ قديم وفديان هل قام بين إسلام قادنا يا شعبه هذه إتوبيا حال كذي سايا هي إننا حال كذي سينا يا هي ما حال أمرك وح حال بل كو هرت كل جنينا فهنا مشكلة ذين هو مشكلة هو جامينين شعب له جامي وكفي عن شعب كأنه مجرم
shacabka waan ku dhex jabhadaynay waan aqaanaa waan siyaasiyiin baan ku dhex noqonnay waan aqaanaa waxaaba tusaale idii ku filan $400 million oo dollar markuu bajetka nagu yahay inta wax kaa rabtaa ee shacabkeenni $1 million ma dhanno xoolahoodaba iska raacdaanba culaysba kuguma hayaan xaggee laga helaa arintaas itoobiyadan aad arkaysaan bajetka oromo iyo bajetka amxaaro magaalaa loo degan yahay layd iyo biyaa la rabaa waddan la rabaa shilin $400 baa ku soo hagaagayaa innaga laakiin $400 million inta magaalada joogta ama xukunka haysa basaaba iska isticmaashaba waxaan rabaa inaan dhaho marka mujtamac la hogaamiyo mujtamacan ka fiicani ma jiro hogaamin taariikhdeenni markii dib loogu noqdo ka fiicnayna ma jirto kasoo bilow sayid maxamed cabdalla xasan ilaa sheekh cali suufi iyo maktal daahir iyo raggii aad garanaysaan 77 oo hadda uu sheekh nagala joogo sheekh cali shucaac halgankii ka dambeeyey oon maanta u fadhino qoyskee intaa halgankoodu xidhiidhsan yahay oo itoobiyaana ma jiro annagu ma nihin sidana laysugu sheekeeyo shacab iska xoolo jira oon macno lahayn oo kan oo kana ma nihin shacab taariikh leh wax diiday natiijo ka gaadhay maanta midhihii guranaya ra'yigiisa leh baan nahay laakiin maxaana haysta waxaana haysta dadkii 30 sano la abuuray eer u bixiyey siyaasiga madhan baana hortaagan oo aabihii ka sugaya war aabihii waxaan u baahanahay istaraatiijiyo inta ayna mushkiladu dhicin istaraatiijiya mushkiladu markay dhacday istaraatiijiyaan u baahanahay mushkiladu markay baxday kadibna istaraatiijiyaan u baahanahay yaa dejin kara istaraatiijiyadaas halgamayaasha dejin kara maanta xaaladda itoobiya ka socota facebook ma aha waa meesha 300 qof oo soomaaliya hadcad la gowrgowracay weeye ma facebook baa lagu difaacay maanta waxaan u baahanahay marxaladan hogaamin garanaysa shacabka waxaan idinka codsanayaa haddayba doorasho saxi jirto waxbaa soo socdaa hadda la leeyahay weli annagu haddaan axsaabnahay su'aal baa noo saara maxaa yeelay kaararkii la boobay oo la kansalin doorasho ma gelayno haddii kaararkaa la kansalo oy doorasho dhacdo shacabo waxaa idinka codsanayaa hogaaminta maanta halkaana dhigtay inayna soo noqonin ma isku ognahay hogaaminta meeshaana dhigtay ee aabbahood amarka ka sugaysa ee 200 oo Soomaaliya intii lagu horgowracay facebooka ka jawaabaysa inayna nagu soo noqonin baan rabnaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah